إذن درس اليوم سيكون حول التماثل المحوري الذي سبق وأن تعرفتم عليه في السنوات السابقة. بالنسبة لهذا النشاط سيقوم كل تلميذ بأخذ ورقة بيضاء وسيطويها ثم يفتحها بعد ذلك ويرسم على خط الطي باللون الأحمر مستقيماً، بعد ذلك سيقوم بطيها من جديد حسب خط الطي الأول ويرسم شكلا من اختياره كما يوجد في الصورة، ويقص ذلك الشكل الذي رسمه ويفتح بعد ذلك الورقة، وبهذا سيتعرف على محور التماثل. بالنسبة للنشاط 2 نلاحظ نموذجا يوضح لنا كيفية التعرف على محور التماثل وأيضا حصولنا على شكلين متماثلين أو متشابهين بواسطة محور التماثل. هذا النموذج يبين لنا أنه بواسطة الطي ينطبق الشكلين وأيضا يقعان في جهتين مختلفتين عن محور التماثل، كما أنه يبعدان بنفس البعد عن المحور. بالنسبة للنشاط الثالث سوف تتعرفون على كيفية رسم مماثل شكل بالنسبة لمحور التماثل. إذن بداية بالشكل الأول، حيث أخذنا شبكة تربيعية قياس طولها 10 تربيعات وقياس عرضها 6 تربيعات. نرسم مضلعا على شبكة تربيعية، وأول شيء نقوم به بعد رسمنا لهذا المضلع نحدد رؤوسه لنقوم بنقلها في الجهة الأخرى، ولكي ننقلها لابد من تحديد المسافة الموجودة أو عدد التربيعات الموجودة بين الرأس ومحور التماثل.